بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في لقائنا اليومي المتجدد مع فضيلة العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا بفضيلتك. مرحبا. أهلا وسهلا. دائما وأبدا بنسعد بهذا اللقاء اليومي. أنا أكثر سعادة بوجودك وجود المشاهدين والمشاهدات على الشاشة، وأرجو أن نكون ضيوفا يعني لسنا ثقلاء عليهم. لولا أنتم كذلك مولانا ربنا يكرمك دائما إن شاء الله. النهاردة إيه اسم الحكمة؟ عندنا حكمة عجيبة اليوم. يعني يقول ابن عطاء: رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا، خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. الله الله. فيه نوع من الغرور، وده غرور خطير جدا، أن يغتر الإنسان بعبادته. يعني بلعام بن بعوراء هذا الذي ذكر في القرآن، ربنا ضرب به المثل: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ده كان عابد من الدرجة الأولى، لكن لشهوات حب الظهور والمنظرة والكبرياء ضيع كل هذا وأخلد إلى الأرض. فرب معصية أورثتك لله ذلا وانكسارا. لما تجد واحد تايب جديد، يعني يقول لك ده إيه، والناس يقول لك ده بدأ يلتزم، أو ده يريد بينك وبينه عشرة. ليه؟ العاشر التوابين فإنهم أرق أفئدة. لسه جاي طازة، لسه جاي إيه يعني على الزيرو يعني. فهو أمله أن يدخل في الطريق ويسمع القرآن ويسمع دروس العلم ويمشي ورا الشيوخ ويروح مع ده ويروح مع ده، لسه جاي. لكن الثاني اللي بيعبد من 20 سنة وهو صغير، يمكن الحكاية خدت عنه صفة العادة. أيوة. صفة التعود. رب معصية أورثتك ذلا وانكسارا. المعصية لما الإنسان لا يستمرئها، لأن أخطر شيء في المعصية إيه؟ استمراؤها. يعني اللي هي إيه؟ إلف المعصية، يألف المعصية، تعود عليها. يعني مثلا تعود مثلا هو إيه؟ بيتنقل بين القنوات ولا في الشوارع ولا على المقاهي، وشايف اللي رايحة واللي جاي، هو خلاص يعني بقى برج المراقبة بتاع مطار القاهرة. دي مصيبة، دي كارثة. فانكسرت عنده حدة الخوف، انكسرت عنده حدة الخوف. وبعدين في نقطة الله يرضى عن سيدنا علي لما قال ايه: العفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك، فاعلمي من يزن يزنى به ولو بجداره، ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي. الانسان يعني من الواجب يراعي حرمات البيوت. نعم. وحرمات الناس حتى لا تصاب، يعني الله يرضى عنك بيت، وتبقى مصيبه كارثه لان ما زرعت او تحصل. لكن انتاب، خلاص ربنا بيفتح له. شوف، عند التوبه تحدث اشياء عجيبه بعد المعصيه. مذله العبد وهو يشعر نفسه انه قليل امام الله، واصبح يعني الحمد لله ربنا ستر وهو الى اخره، يبتدي يستغفر. طب لما يستغفر يعمل ايه؟ اول شيء الله يتوب عليه، دي نمرة واحد. وبعدين بعد ما ربنا يتوب عليه سبحان الله يبدل السيئات اللي كان بيعملها كلها خلها حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وبعدين رب العباد، معذرتك، رب العباد سبحانه وتعالى لما بيبدل سيئات وحسنات، في نقطة ما حدش واخد باله منها: الشهود لسه موجودين. الشهود اللي شهدوا المعصية موجودين. نعم. الجوارح، الليل إذا صنع المعصية ليلا، النهار إن صنعها نهارا، الأرض التي صنع عليها المعصية، وبعدين من قبل ومن بعد خير الشاهدين. تمام. طيب الشهود اللي يروح فين؟ يا ربنا سبحانه وتعالى ينسي الشهود، ما هو اللي بيذكرهم هو اللي ينسيهم. فيجي يوم القيامة ما حدش يشهد عليه إلا من؟ إلا الذي غفر له. إلا حتى بعض العلماء يقولون ان العبد يجي من الخيام كتاب حسناته، كل ما دي من السيئات، كله سيئات، بس واقف مع اهل الجنة، يقول يمكن الملائكة غلطوا ولا شيء. في الجهة المقابلة اللي بينه وبين الناس السبع ثمان حسنات اللي عملهم في حياته، يقول: عبدي هذه ذنوبك التي صنعتها في الدنيا سترتها عن الناس، وهذه الحسنات القليلة التي صنعتها في الدنيا ضاعفتها لك واصبحت بينك وبين الناس. فرب العباد سبحانه وتعالى اكرمه،
ربما معصية أورثتك ذلا لله وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. أنا مش عايز واحد ملتزم بالصلاة يبص على جاره اللي ما بيصليش ويعتبر نفسه أحسن منه. اوعى، دي خطيرة. ده بقى هنا إبليس كبر. الجارة محجبة وجارتها مش محجبة. تشعر بأن يعني أنا بقى أنا عائشة بنت أبي بكر وأنت أم جميل حملت الحطب. دي مصيبة، دي كارثة. بالعكس كذلك كنتم فمن الله عليكم. وبعدين يا ستي أنت معتبر نفسك محجبة، مين قال لك أنك محجبة؟ هو اللبس اللي أنت لابسه ده لبس حجاب؟ مش الحجاب ده له مقاييس؟ مادام لبس ضيق يظهر لنا أنت نحيفة ولا سمينة ولا طويلة ولا رفيعة، فإيه الحجاب ده؟ هو مجرد أن تلبسي طالونه حتة بتاع 3 سنت على راسك بقت مصيبة. فتنظر لغير الملتزمة أو غير المحجبة أن أفضل منها. واحد بيتصدق ويعمل مائدة رحمن، جاره رجل الأعمال ما بيعملش مائدة رحمن يشعر أنه لا، بالعكس بالعكس. فالله يرضى عن عمر اول ما تولى اماره المؤمنين فراح لابو حذيفه بن اليمان. ابو حذيفه كان معاه اسم ال 17 منافق اللي في المدينه، فكان يعتبر كاتم سر رسول الله. شوف الجيش كاتم السر وفي في الادارات العليا كاتم السر. فعمر يسال ابو حذيفه طب ليه الرسول اعطى ابا حذيفه هذه الاسماء؟ لان بعد انتقال الرفيق الاعلى لو واحد منهم مات من ال 17 دول تخلي ولي الامر ما يصليش عليه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. فعمر يقول لابو حذيفه في مفاجاه مذهله، يا ابا حذيفه استحلفك بالله هل سماني لك رسول الله؟ يا شوف ازاي خايف على روحه عمر، هنا بالله عليك انا بستحلفك، ها الرسول سماني لك من ضمن القائمة السوداء بتاع المنافقين؟ فأبو حذيفة لما فوجئ بالسؤال يبكي على روحه، وإذا كان عمر كده أما لا نروح فيه. فهو يظن عمر أن أبا حذيفة سبحان الله يعرف شيئا ولا يريد أن يخبره، فيظل كلاهما يبكي حتى يأتي أحد الصحابة يذكرهما بحسن صحبتهما لرسول الله ويفتح الله وراح. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا الجميل مع عالمنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. رجعنا لكم تاني مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. يعني الحقيقة الحديث شيق جدا عن هذه المآثر الجميلة وسيرة الصحابة، إذا كان عمر بن الخطاب يعني يخشى أن يكون من هؤلاء فما بالنا احنا كلنا بقى. ما هو شوف هو ده الشيء. نعم. أنا استقرأت تاريخ الصحابة. نعم. المبشرين بالجنة مش العشرة بس، مش أبو بكر عمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة فقط لول العشرة، لا، أهل بدر من المبشرين بالجنة. نعم. يا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أصحاب الحديبية لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت شجرة الله فوق أيديهم. المهم يعني إلى آخر الآية دول مرضى عنهم أيضا. اشتاقت الجنة إلى عمار. هو مش من ضمن العشرة إنما زيادة. نعم. يا بلال ماذا تصنع؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت دبيبا عليك فيها. قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين يا رسول الله، وما أحدثت ذنبا إلا وعقدته باستغفار. فإذا سبحان الله جاءت مناديل حرير هدية لرسول الله من اليمن عليه الصلاة والسلام. فتعجب الصحابة من لين الحرير سبحان الله. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا الحرير، يبقى سعد في إيه؟ في الجنة. وهكذا يعني سبحان الله. لما دول بشروا بالجنة منطق القول يقول أنهم يكونون أكثر أمنا في آخرتهم أو في ما استقبلوا من أيام بعد تبشيرهم بالجنة، صح ولا لا؟ يكون عام مستبشرين. استقرأت أنهم أصبحوا أكثر خوفا، أكثر خوفا. يعني نضرب مثال، يقول له عمي أنا بنيت المدرسة وابني هو ماسك الاداره بتاعتها، وابنك ده ابن اختنا يعني الولد ابن ده يبقى خاله. نعم. طيب ها والامتحانات احنا بنحطها والنتائج تحت ايدنا، ها تطمئن اكثر
من ولا توديه عند مدرسه ثانيه، الاطمئنان بتاعك هيكون اكثر لانك بتطمئن من صاحب المدرسه واداره المدرسه وفي قرابه، ولله المثل الاعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيديش كلام كده من عنده، يعني بيدي وحي. ده من اهل الجنه وده من اهل الجنه بقى. سبحان الله. طيب هؤلاء الذين هم من اهل الجنه بتبشير الرسول ده، من الواجب يكونوا اكثر اطمئنانا ليس اكثر خوفا. صحيح. لا وجدتهم اكثر خوفا. عارف ليه؟ ليه؟ العبد لما يقترب من ربه يعرف كم هو مقام الله فيخاف مقام الله، فالخوف يحرق ما عنده من رجاء. والعلماء علمونا واحنا صغار وما زلنا يعني صغار نتعلم، يقول لك ان ربنا لما يحب عبد يشيل ويحمل بعيدا عنه اعماله الصالح، كل ما يعمل عمل ربنا يشيله، يعني يشيله يعني يخزنه له. ولكن فالعبد يبص قدامه يقول ما وجدش شيء، لما يجد شيئا يخبر ده انا ما العباده بتاعت اي كلام، يعيد ويزيد وهكذا. سبحان الله. فيصل الامر سبحان الله العظيم ان عمر يقول لو نادى مناد يوم القيامه كل الناس في الجنه الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. يا الله يعني ليه؟ لانه عارف من الله. هو يعني كل دعوات الانبياء يوم القيامه يا رب سلم يا رب سلم، اول من يخرج من القبور يوم القيامه نبيكم ولا فخر، فاجد اخي موسى منبطحا تحت العرش اخذا بقوائمه، فلا ادري اصعق في من صعق ام كفاه الله الصعقه الاولى يوم الطور. كل دعوات الانبياء والملائكه اليوم يا رب سلم يا رب سلم، حتى تاتي النار لها 70,000 زمام يجره 70,000 ملك، فتزفر على اهل المحشر 3 زفرات، يعني زي ما يكون الحيه اللي ايه بتبخ سم يعني والعياذ بالله. فما من امه، ما من نبي مقرب ولا ملك الا ملك وكر ولا نبي مقرب الا وجث على ركبته وخر على وجهه خوف حتى اقوم لها، فتقول لي يا محمد اليك عني ما وكلت لا بك ولا باصحابك. قال الله يا جهنم اسمعي لمحمد واطيعي. ايه الثبات اللي عند سيدنا رسول الله هذا اللي له رصيد كبير عند الله؟ لكن الكل سيدنا ابراهيم يقول لا اسالك عن اسماعيل ابني، وعيسى يقول لا اسالك عن مريم امي، وسيدنا موسى يقول لا اسالك عن هارون اخي. يا الله. فالمساله بهذا المنطق، فهي حكايه رصيد ولا مش رصيد. فالعبد سبحان الله يعني لما يذنب ربما هذا يعني يورث الذله والصغار والانكسار عند الله احسن من يعمل الطاعه، كما قال بعض العلماء لان تبيت مذنبا باكيا خير لك من ان تبيت قائما معجبا. يعني ما فيش داعي ان تحدث الناس بالحسنات بقراءه القران، يعني خلينا سر بينك وبين الله، في كل واحد يبقى له سر. خلصت سر القران مرتين ثلاثه خمسه حلو دك انت، من اخشى انك لما تخبر حد ولو حتى الزوجه ولو حتى سبحان الله العظيم، يعني الصالحين لما كانوا يقوموا الليل وتنتفخ عيونهم من البكاء ومن قيام الليل، يجي صلاه الصبح مش عايزين يفضحوا نفسهم يقول ايه قاتل الله البرد، انا عندي انفلونزا بعت الصبح الكح في عينيه شوف منفوخه ازاي حمرا ازاي، وهو عشان ما نامش طول الليل. فهذا هو المنطق، ربما معصيه اورثتك ذلا لله وانكسارا خير لك من طاعه اورثتك عزا واستكبارا. يا فلان انت بتبني المسجد ليه؟ يا اخي والله يعني لله يا اخي، يعني اصل اروح امي. طيب يعني ليه؟ يعني عشان الناس برضو يقول ان احنا فلوسنا ما ضاعتش في لا اله الا الله. طب خليها لله، خليها لله. يعني انت كمان دايما نتكلم عن ايه؟ تجديد النيه. نجدد يعني زي ما جدد نيه الصيام كل يوم، اجدد نيه العزم على ان كل عمل اعمله ابتغاء مرضات الله. بقول والله طيب ما هو عامل لكل شويه اروح يكلمني كلام ساعه عن ابويا، طب اروح ولا ما اروحش؟ طب الرسول لو ما كان يعمل هيروح يبقى اروح. الزوجه اتعصبت شويه ساعه المغرب ولا حاجه وكلمت كلمتين مش مظبوطين، هو نفسه عين مدخن ولا حالته بالبلد، فايه ما تحملش قبل ان يتكلم ويضيع صيامه يقول استنى بس لو ان الرسول مكاني كان يمسك الست دي يعمل فيها ايه؟ قابل يا ست ربنا يهديك ان شاء الله. سبحان الله.
حقيقة. فأنا أقول أو يعني ما يقوله ابن عطاء، رب معصية أورثتك لله ذلا وانكسارا، بس هو مش بيشجع المعصية. نعم. بس بيقول يعني المعصية اللي وراها ذل وانكسار أحسن من الطاعة اللي تورث عز واستكبار وفشخرة ومنظرة. بس يعني هذا بالبلد كده بالأخير. ربنا كلامك مولانا وتختام الحلقة، نرجو أن تدعو أن نؤمن خلف حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا وآثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تخل علينا، اثرنا ولا توثر علينا. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهلي وصحبي وسلام عليكم. ربنا يكرمك مولانا وينفع بحرك دايما، وان شاء الله غدا الحديث بقية ان شاء الله. نشكركم جدا جدا ونشوفكم على خير بكرة ان شاء الله. السلام عليكم.